السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ النهاردة فيديو جديد. انا التلاجة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده ان البرومة مشيت فيها، زي ما انتم شايفين كده من تحت، ودي طبعا حاجة تضايقنا كلنا ان الواحد يلاقي عنده حاجة كده البرومة مشيت فيها. دي المشكلة فيها، ان هي المشكلة ان هي جنب الحمام، طبعا المية بتيجي عليه عشان كده البرومة مشيت فيها. فانا النهاردة حابة ان انا اغير شكلها، وحابة ان انا اغطي البرومة دي، فجبت ستيكر زي ما انتم شايفين، الستيكر السيلفر ده، قلت بس هغير من شكلها اعمل لها احنا نيو فاكرينها لوك. من هنا، بس لازم يبقى معانا فوطة كده عشان احنا بنبدأ نشيل الطرف بتاع ما يبقاش الستيكر فراغات السيلفر من من جوه. تحت، هبدأ بقى اغيرها واحدة واحدة كده ولازم طبعا يبقى معانا فوطة كده ونمشي واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان انت تمشي واحدة واحدة، مش هتتلزق مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، ان انا فردت الطرف الاول وماسكه الفوطه وبفردها عشان ما يبقاش فيه اي قطعات هوا، هتبوظ اللزقه على طول. زي ما انتوا شايفين كده ماشيه واحده واحده. هو ممكن بس الجنب اللي فوق انا اطول معاكم فيه عشان بس اعرفكم بتلزق ازاي، لكن تحت انا هخلصها، بس هلزق لكم اول جنب وبعد كده انا هكمل الفيديو. انا كده بمشي من فوق افرد وبشد الورقة بايدي التانية من تحت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في الوان غير السيلفر، يعني ممكن تلاقوا ابيض، اي لون انت حباه بتلاقيه، بس انا حبيت ان انا اغيرها بالسيلفر لان شايفة ان معظم التلاجات اليومين دول يعني لونها سيلفر. هي التلاجة بصراحة موتورها كويس ويعني بتجمد حلو وبتسقع حلو، بس هي المشكلة بس البرومة اللي بوظت شكلها. يعني هي التلاجة أهم بصراحة حاجة في أصيلة، موضوع الفوط، لأن الفوط اللي بس هتظبط خلي بالكم الموضوع ده. يعني انتوا لو عندكم التلاجات النوع الجديد او النوع اللي هي مفيهاش البيبان، مفيهاش اليد او المقبض ده، هتريحكم في ان انتوا تلزقوا الاستيكر عليها. المشكلة عندي ان انا المقبض خد مني فترة طويلة بس لحد ما حددته كده وقطعت مكانه، لان انا جبت حبيت ان انا افرده قبل ما الزقه على التلاجة، وقلت ان انا هقصه بس ما ظبطش معايا، قلت خلاص انا هفرده بعد كده هحدده. فجبت القطر زي ما انتوا شايفين كده وبدأت احدد فيه، يعني هو الفرد كله ما خدش معايا اي مشاكل، هو الفرد ما خدش معايا مشاكل خالص، ما خدش وقت. هي المشكلة بس كانت في تحديد المقبض، وكنت خايفة احسن تتقطع ومش هتبان، هتبوظ اللي حواليها. هي بس عايزة يكون عندكم بس شوية طولة بال، اهو زي ما انتوا شايفين كده انا هبدأ قطعته من فوق، فرغته من فوق، هبدأ ان انا افرغه من تحت. هو ممكن يعني ان انتوا تجيبوا حد يساعدكم، يعني عشان حد يفرد، حد يعمل بالفوطة، لو هتستعينوا بحد يعني. انا كده خلاص فرغت مكانها، هبدأ بقى افرد كده. خلي بالكوا بس عشان القطر ما يوصلش للثلاجة فهيجرحها، يعني انتي حاولي ان انتي تبقى ايه يعني تخففي ايدك، يعني تقطع الاستيكر بس. انا لسه بحاول ان انا اقطع افرغ الجنب اللي تحت، وخليكي حساسة لو عندك مقبض زي كده وانتي بتفرغي، عشان ممكن هي الفراغ توسع منك فمش هتعرفي تلزقي الجنب التاني. وبقول للي اول مره يشوفنا يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا بفرد بقى الباب التاني اللي هو الباب اللي تحت، وزي ما انتوا شايفين انا بدأت افرد جنب اللي تحت،
بس انا مش هاخد وقت فيه معاكم، يعني انا هفرده ان شاء الله على السريع. هو بس الواحد يتعلم من فوق، يعني خلاص عملها فوق خلاص عرف المشكله. بقى لو حاجه باظت منك كده او حاجه او عملت فقاعات هوا بترفعيها عادي مفيش اي مشكله. انا شلتها من الاول وهلزقها، اهم حاجه تظبطيها بس. حاولي ان انت تظبطيها عشان تبقى مظبوطه معاكي. يعني انا لقيتها فرغت او الجنب خلاها معوجه من فوق فشلتها تاني، كل ما الاقيها معوجه هشيلها. وزي ما انا قلت لكم كده حاولوا تطولوا بالكم معاها شويه، بس انت يعني هتحسي بالنتيجه في الاخر. اهو برضو ما ظبطتش معايا من تحت، هرجع اعدلها من تاني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بدأت افردها تاني بعد ما كانت باظت معايا. كل ما تلاقوا ان في فقاعات هوا بترفعها وترجعوا تفردوها تاني. يعني انا هلقى برضو ان هي دلوقتي فيها، ممكن اشيلها تاني واعدلها. زي ما انتم شايفين كده لحد ما تتظبط معانا. هي حوالي خدت معايا ساعة، يعني التلاجة كلها خدت معايا ساعة في الفرد. زي ما انتم شايفين التلاجة اهي بقى منظرها شكلها جميل، وبصراحة الواحد فرح لما حس ان هو عمل فيها حاجة. ايوه خدت معايا فترة بس اتظبطت. رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.